بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء وحياكم الله في محاضرة جديدة وفي درس جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نشرح تكملة للأسئلة والأجوبة، وهذه محاضرتنا لهذا اليوم. راح تشوفون هذا الرسم، لازم تحفظونه، ويعني تشوفون الفوكال كوردز اللي هو الحبال الصوتية، طبعا هذا هو مكانها. شوفون شلون صايره، قايل لك two small band of elastic tessellating opposite each other crossing the air pass، ويقول لك هو عباره عن مثل المسطره الاثنين، واللي يمر من خلالهم اللي يكون داخلهم اكو الجلوتس، تمر من خلال الهواء. ايضا عندنا اليوفيولا، it is the end of the soft palate، نهايه السوفت بالت. هذه وين هي اليوفيولا؟ هاي وين هي نهايه السوفت بالت. ايضا عندني التونغ is the most important organ of speech because it has the greatest variety of the movement. التونغ هو اهم عضو من اعضاء النطق لانه يمتلك حركه كبيره ومتنوعه. ايضا عندنا الجلوتس، it's the gap between the vocal cords، فتحه صغيره داخل الحبار الصوتيه. وطبعا هذا الرسم راح يسهل لك هواي حفظ، مثل ما تشوف الفتحه هنا، هذه هي الجلوتس. ايضا عندنا الفريكشن ساوندز، الاصوات الاحتكاكيه، ساوند ار برودوس وين ذا تانج بش ذا اير ثرو ذا نارو اوبننج، الاصوات التي يكون هنالك فيها ضيق عند نطقها، عند خروج هذه الصوت. كذلك عندنا الستوب ساوندز اللي هم الاصوات التوقفيه، ار ساوندز when the breath is completely stopped at some point in the mouth and then released with a slight explosion. هي مجموعة الأصوات التي يتوقف الهواء فيها عند نطقها في الفم، ويكون هنالك ضيق للهواء، توقف لمجرى الهواء ثم خروج الهواء. مثلا عندنا ت ت اكو توقف، يعني تعريف بسيط جدا. النيزل those which are pronounced and the soft part is lowered at the same time in the mouth is plucked at some point so that the air is pushed out of the nose. هي الأصوات التي يخرج الهواء فيها من خلال الأنف، نسميها nasal sound، ولا يخرج من خلال الفم. طيب هذه ملزمة أيضا منشورة موجودة بقناتنا. أيضا عندنا lateral sounds are produced when the air passes around the side of one obstruction set up in the center. lateral sounds هي الأصوات الجانبية، هي الأصوات التي يمر الهواء، هو صوت وحيد، هو الهواء يمر من خلال جوانب اللسان، هو نسميه lateral sound، أصوات جانبية. حاول هسه تنطق، نقول مثلا لا لا لا، الهواء يمر من خلال جوانب اللسان، يعني ملزمة كاملة مرتبة، بس تقول لك تعال اقراني. والله العظيم أتمنى لو أنا شني طالب مرحلة أولى ألقى هيك ملزمة كاملة مرتبة تعاريف بس أقعد أقرأ. أيضا عندنا gliding sound اللي هم الأصوات الانزلاقية، are three consonants which consist of a quick smooth non-fiction glide toward the following sounds. هي ثلاثة أصوات تتألف من انزلاق للأصوات، يعني هي انزلاقية، طبعا هي أصوات انزلاقية. بالإضافة إلى عندنا تعريف الأسبريشن، a short period after the explosion of PTK when the air leaves the mouth without voice. هذه 10 تعاريف اريدك تحفظ لي اياهم، كلش مهمات. اليوم راح ناخذ بس 10 تعاريف، يعني لهنا كتعاريف، يعني راح نكمل ناخذ البقيه، ان هنا تقريبا 30، يعني كل يوم ناخذ 10 حتى نسهل لكم عليهم حفظهم. طيب هنا عندك صح وخطا، يقول لك all of the following sounds have a friction as their important features. كل الاصوات لديها اهتزاز، الفا والفا والثا والذا والسا والزا والشا والج، نعم هذول هم اهتزاز لان هم عندهم احتكاك، هذول عندهم احتكاك للحبال لان هم اصلا اصوات اهتزازيه. طيب يقول لك the tongue is directly concerned in making friction consonant sounds. يقول لك اللسان هو عضو مباشر عند نطق اصوات الفريكشن. جواب غلط. راح تقولوا لا استاذ شلون؟ اي نعم غلط. شلون غلط؟ موجود بالكتاب مميزات الاف، ذن وينهن مميزات الاف، خصائص الاف اللي موجوده عندنا بالكتاب، هسه راح ناخذهن.
راح يقول لك شوف هنا the tongue is not directly concerned in making this sound. إذن الفاول في يقول مو أساسي. إذن هذا جواب غلط. لأن هو قايل لك not بالكتاب قايل not. بينما بالسؤال اللي قايل لك قايل direct. طيب السؤال الآخر قايل لك while pronouncing V it is lower lip and the upper front teeth are causing friction. يقول من ننطق صوت ال V يقول الأسنان العلوية والشفاه السفلية. جواب صحيح. يقول لك صوت ال F وال V F وال V using lips teeth action F V F V يقول الشفاه والأسنان نستخدمهم عند نطق صوتين الفاء والفاء. جواب صحيح. يقول لك صوت الشاء does not occur at the beginning of English word. صوت الشاء ما يجيني بداية الكلمة لا يجيني مثلا عندي sheep مثلا عندي شي يجي بالبداية عادي. طيب يقول لك صوت الباء is weak stop and it never has aspiration. صوت الباء ماكو aspiration بي. شو تقولون من يجاوبني بالله هذا السؤال خليته شو تقولون من يجاوبني؟ false. اي ليش فولس؟ because the has inspiration. yes right. اذا الجواب هنا فولس. الباء اكو. طيب يعني مو ما عنده aspiration. طيب يعني الجواب غلط. طيب يقول لك the strong K aspirated. يقول الصوت الك يكون اهتزاء يكون ب aspiration صح لو لا؟ yes. نعم هي الب والت والك اصوات الب والت والك يصير بهم aspiration. يقول لك الش is normally voiced والج والش is strong. هل الش قوي والج ضعيف voice مهموس؟ هذا وين موجود هذا السؤال؟ هذا بالجدول. هذا كله موجود بالجدول. الجدول اللي نعطيكم اياه خلي نشوف بالله. يقول الج voice وال ش يقول قوي. بالله خلي نشوف صحيح الش قوي خلي نشوف. احنا ما ندري انا انت تعرفين بس غيرك ما يدرون. خلي نشوف الش شي يقول على الش هنا سترونج قوي والجي شي يقول فويس. اذا الجواب صحيح. جواب كل هذا الحكي وين موجود؟ موجود بالملزمة. يجين الطالب يبكي والله طلاب يبكي استاذ شلون اقرا استاذ شلون اذني وين القاهن استاذ بس قل لي بس دليني هذني وينهن يلا اقراهن يلا وينك يعني هذا هسه 140 طالب بي يعني والله امتحانات قبل امتحانات 40 طالب يعني اتوسل بالطلاب تعالوا احضروا والله انا ما يهمني انا ما لي علاقه بك انت اللي راح تتاذى مو اني بس يا اخي انا اضوج ليش لانه ماكو اهتمام بالدراسه يعني والله لو بث مباشر بالفيسبوك لو بالتيك توك ها كان تلقى الف واحد يحاضر بس لان معلومه ونقاش ما حد يحضر ونجي هنا نقول بعدين ها ليش ما حد يدرس يعني والله مع الاسف بس هذا اقول حقيقه. رقم 10 وشكرا جزيلا لحضوركم انتم يعني شكرا جزيلا لحضوركم والله متاكد كل اللي حاضرين هنا كل اللي حاضرين هنا متاكد مليون بالمية راح ينجحون بمادة الصوت وراح يعبرون هاي المرحلة وراح يراسلوني يقولوا الاستاذ نجحنا بفضل الله ثم فضلك والله وانا متاكد بس شكرا لك ان شاء الله. الله يبارك فيكم والله انا انقهر لما اشوف حش السامع واحد راقص او راقصة على التيك توك جايب كذا كذا مليون مشاهدة والعالم تهتم بي بس لما استاذ يسوي درس ومجانا بلاش ما حد يحضر يا اخي والله ضوج يعني ليش هيك شنو السبب يعني. على العموم انا اشكر وجودكم حقيقة ويانا يعني وممنون والله هي حقيقة يعني شيء يفرح انه انت تشوف الطلاب يعني يحضرون ويتابعون وياك يعني. طيب بالنسبة لنقطة 10 يقول for me the mouth is blocked. بالنسبة لصوت الماء الهواء يغلق عن طريق the back of the tongue. الماء the back of the tongue. الماء لا غلط عن طريق الشفتين. ما
عن طريق اللبس. إذن الجواب false. وطبعا هذا السؤال عندنا أيضا مهم آخر وهو matching. هنا عبارة عن أربط زوج يعني. أنا أولا أنا حال لك إياها أقول لك the breath is completely stopped at some point. يا هي من هذون الأصوات يتوقف الهواء بيها بشكل تام من هذني. يا هي يقول لك الهواء يتوقف. The breath is completely stopped, trapped at some point in the mouth. الهواء يتوقف. شرح يعني هذا رقم واحد. هسه مثلا initial consonant sequences. عفوا initial consonant sequences. يا حال من هذني يا نقطة من هذني راح تكون مناسبة ويا النقطة دي. At the beginning of word maybe other two or consonants coming together. هذا عبارة عن matching. طيب ثانيا ايش قايل لك pharynx. وين الفارنكس من هذني؟ وين الفارنكس من هذني؟ It is the space behind the tongue teaching the word to the nasal cavity. هذا هو الاختيار قدامك. مثلا عندك الهاء صوت الهاء هو يا هو من هذني يقول لك at the beginning of يا هو من هذني هو صوت الهاء. We see always occur before the vowel. يحدث قبل العلة. يقول لك إن stop consonant يا هو من هذني يرجع شرح الستوب كونسونت. طبعا الستوب كونسونت راح نقول عليها هو الاي. The breath is trapped for completely trapped at some point in the mouth. يعني توقف بشكل عام. طيب خلي عيدها مرة أخرى. Initial consonant sequences الصوت الأولي نختار له جواب دي. At the beginning of the word يعني تتابع في بداية الكلمة. ثانيا الفارنكس ويا البي a space behind the tongue بقرب التنج قرب النساء. قال لك النيزل consonants في جميع أصوات النيزل شي يصير the soft palate is lowered. الصافت palate يكون منخفض والهواء يمر من خلال الأنف through the nose. قال لك الها الهاش بي always occurs before vowel. دائما ما يجيني قبل صوت العلة. طيب نوب آخر شيء قايل لك بالأصوات التوقفية الهواء شبي the breath is completely trapped at some point in the mouth. آية ميزة وخاصية الأصوات التوقفية. الأشياء كلها لازم تقرأ. حقيقة اليوم صارت مادة هواي يعني فدير بالك على المادة لازم تقرأها. شوف أغلبهن إحنا ماخذينهن. شوف هسه هذا قايل لك for me the mouth is blocked by closing. من يجاوبني الماء لبس. الجواب راح يكون عن طريق الشفتين. الماء يغلق عن طريق الشفتين. قايل لك صوت الان it doesn't occur. صوت الان شبي at the beginning of the word or at the initially عادي. يقول لك الماء والناء والإنج are all الماء والناء nasal. excellent. يقول لك the method of representing each phoneme by one symbol is called تمثيل الأصوات. شو نقول عليها؟ phonemic transcription. excellent. يقول لك the larynx contains هذا ممكن يجي فراغ two small band each other and crossing the air passage called وتحتوي على larynx تحتوي على هذا التعريف. يقول لك two small band electric opposite each other crossing the air passage called vocal cords. سؤال آخر يقول لك the most important organ of speech شنو التانك واي شنو السبب. هذا ممكن يجيك سؤال يقول له because it has the greatest variety of the movement. طيب سابع اللي يقول لك فراغ is not common ليس جدا شائعا صوت شائع في بداية الكلمة. صوت الزي مو كل شائع موجود دائما في بداية الكلمة. سؤال ثمانية صح وخطأ. يقول لك the ballot is not divided through bar section. البلط ما يقسم إلى ثلاث. لا تقسم. جواب غلط. When the vocal cords are brought together, the vocal cords من تقترب من بعضها البعض.
الهواء can not pass between them freely. الهواء ما راح يخرج بشكل قوي. طبعا اكيد الفوكال كورد هي عبارة مثل الشباك. شلون فردت الشباك الاثنين؟ من تقترب من بعضهم البعض الهواء ما راح يخرج بحرية. صحيح. بس من تنفتح فردت الشباك لا راح يقدر يخرج الهواء بشكل حر. عشرة. يقول لك the soft palate is important in English sounds. soft palate هو من أهم أعضاء المهمة في الكلام. جواب صحيح. دائما نقول the soft palate, the soft palate, يعني soft palate كلش مهم. يقول صوتين السي والبي ار فويز. لا الجواب مو فويز, فويزلس. يقول لك some of consonants are voiced. بعض من ال من الكونسونت مهموسه. جواب صحيح. نعم. not all English people use lips movement in their speech. يعني مو كل الكلمات احنا نستخدم الشفتين. اكو اصوات ما نستخدم بها الشفتين. الجواب صحيح. طبعا هاي هي الأسئلة بكل اللي أخذناها. أخذنا اليوم 10 تعاريف, وباكر إن شاء الله أيضا نأخذ 10 ونعلمكم على الرسم الصوتي, وأيضا نأخذ هذه الأشياء كل المادة ذني مراجعة المادة الصوت إن شاء الله. راح تكون 6-7 محاضرات بالزايد إن شاء الله. إذا تقرأهن تضمن نجاحك بعون الله سبحانه وتعالى. ولا تنسى ايضا نصيحتي لك دائما تقرا اسئله الاستاذ, لان اسئله استاذك كلش مهمه, هي اللي راح تفيدك. وهاي الاسئله الملزمه خليها لك مراجعه, تقدر تستفاد من عندها. خاف من معلومه ما عندك, اي سؤال او استفسار احنا حاضرين.